19 من أكتوبر. في مثل هذا اليوم من عام 1781، البريطانيون ينهزمون أمام الأمريكيين بقيادة جورج واشنطن في معركة يورك تاون. وفي مثل هذا اليوم من عام 1917، البريطانيون بقيادة الجنرال إدموند إلمبي يحتلون القدس. في عام 1954، في ذات اليوم، جمال عبد الناصر يوقع على اتفاقية الجلاء البريطانية عن مصر خلال 20 شهرا. وفي عام 2004، في مثل هذا اليوم، مجلس الأمن يحث سوريا على سحب قواتها والمقدرة ب14,000 جندي من لبنان. وفي مثل هذا اليوم، 19 من شهر أكتوبر عام 1990، حديث لصحيفة أساهاي اليابانية، فخامة الفريق علي عبد الله صالح يؤكد بأن السلام والحوار هما الطريق الوحيد والممكن لحل أزمة الخليج. وفي مثل هذا اليوم من عام 2011، فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية يرأس اجتماعا للدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام، وينتقد عدم تعاون أحزاب المشترك مع نائبه في غيابه.